بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة مع محاضرة جديدة من محاضرات كيستولوجي، هنتكلم فيها عن الـ connective tissue، وده واحد من الـ 4 basic tissues forming the body. اتكلمنا قبل كده عن الـ epithelium، والـ connective tissue هو هيكون تاني tissue هنتكلم فيه مع بعض. ايه الـ objectives بتاعت محاضرتنا النهاردة؟ هنتكلم فيها عن ايه؟ Point one, to enumerate types of connective tissue. هنتعرف على التشو ده ونعرف أنواعه إيه. هنتعرف على مكوناته components. Components of connective tissue proper. ده أول نوع من أنواع الconnective tissue اللي هو الconnective tissue proper. هنبدأ نتكلم عن مكوناته عبارة عن إيه. هناخد فيها جزء اللي هو cells. Connective tissue cells. هنعرف أنواعها والتقسيمة بتاعتها وto classify. وهنتكلم على الـ connective tissue differences between these cells وال differences in relation to their functions. يبقى ايه الـ connective tissue cells ووظائف وظيفة كل واحدة منهم ايه. هنبدأ بكيس سيناريو يورينا أهمية التشو اللي هنتكلم عليه النهاردة وبيعمل ايه في جسمنا. الكيس سيناريو ده عن patient، شخص أو مريض يعني 45 سنة male came to the emergency hospital with a stab wound in his thigh following attack by assailant. يعني كان ماشي واتهاجم، في أشخاص هاجموه ونتج عن الهجوم ده إن هو اتجرح في رجله، الجرح اللي احنا شايفينه ده stab wound في رجله. في الإمرجنسي ميديكال أوفيسر، الدكتور اللي موجود في الإمرجنسي هوسبيتال في الطوارئ، عمل له ستيتشنج يعني خيط الجرح ده، افتر بروبر تواليتنج يعني قاموا نظفه بعد كده خيطه زي ما احنا شايفينه في الصوره دي، واداله شويه ميديكيشنز هيمشي عليها، وقال له بعد اسبوع تيجي لنا علشان نفك الخياطه اللي اتخيطت دي. طيب يا ترى which cell is responsible for repair of this wound؟ بعد الخياطه اللي الدكتور عملها ده ايه هيخلي الجرح ده يلتئم؟ ايه اللي يخليه يخف وما يبقاش فيه الجابنج اللي احنا شايفينها دي ويرجع التشو يلحم في بعضه تاني؟ مين الخلية من خلايا جسمنا اللي مسؤولة عن الوظيفة دي repair of wounds؟ هنتكلم عنها النهاردة من ضمن محاضرتنا، وهنعرف which cell is responsible for this repair. نبدأ بقى محاضرتنا النهاردة مراجعة سريعة على ال basic tissues of the body. الهيومن بودي عبارة عن 4 basic tissues، أربع أنواع أساسية من الأنسجة: epithelium, connective tissue, muscle and nervous tissue. أربع أنواع من الأنسجة very important في أي organ في جسمنا لن يخلو منهم. الepithelium cover line، الconnective tissue connecting من اسمه connect بيربط، المصل اللي هي العضلات أو المصل الزبادي دي كلها، والنيرفس تيشو اللي هو كل ما يخص السنسيشن والنيرفس والاعصاب والاحساس والموتور اكشنز، كل ده تحت تايتل نيرفس تيشو. الميكسينج بتاع الاربع تيشو دول مع بعض يبدا يكون لي وات وي كول ذا اورجانز. الابيثيليوم اتكلمنا عنه قبل كده، وزي ما قلت كلامنا النهارده هيكون على الكونكتيف تيشو. So let's start. What the connective tissue؟ هو عبارة عن إيه؟ مين التشو ده؟ It is a vascular tissue that supports and connects various tissues and organs. ببساطة شديدة جدا اسمه connective because it connects. يعني هو بيربط التشوز مع بعض، يربط epithelium مع مصل، يربط المصل مع بعضها، يسبورت ويدعم أي تشو موجود، فهو حاجة كده المساعدة العامة، يعني موجود في كل الأماكن، موجود في كل الأورجانز، for support للتدعيم، for connection يربط التشوز مع بعض عشان يبدأ يتكون عندي أورجانز. يبقى تشو مهم جدا، widely distributed in the body، موجود في أماكن كتير قوي في الجسم، وظائفه كتير، لكن ممكن نختصرهم في الكلمتين دول مؤقتا لغاية ما نخلص وناخد كل الوظائف اللي بيعملها connective tissue. So vascular يعني في blood supply، في blood، فهو يقدر ينارش، يقدر يوصل nutrition للأذر tissues. support بيدعم وبيقوي، connect بيربط،
يبقى كل دي different functions هيقوم بيها التشو اللي معانا النهارده. Here we can see the section في covering epithelium فوق، واحنا اتفقنا ان الابيثيليوم اول تشو بشوفه من بره او من جوه. التشو اللي تحتيه على طول اللي هو الانتيم بتاعه اللي ما بيسيبوش، ما بشوفش ابدا ابيثيليوم من غيره، هو الكونكتيف تشو. يبقى هنا احنا معانا دلوقتي تشو ديب موجود جوه الاورجنز، مش على السطح، اللي على السطح ده على طول بيبقى ابيثيليوم، لكن تحتيه تيشو تاني which is the connective tissue، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. دايما دايما بلاقيه فين؟ underlying epithelium، تحت الابيثيليوم على طول. طيب بما انه تحته على طول ده، we need to mention the differences. يا ترى هل في فرق بين الابيثيليوم كتشو والconnective tissue؟ ده تشو وده تشو، الفروق بينهم ايه؟ احنا خدنا الابيثيليوم قبل كده وعرفنا its criteria. In comparison، لو حبيت اعمل مقارنه comparison between epithelium and connective tissue، هتطلع الفروق بينهم ايه؟ Point one، it has abundant extracellular matrix. بلاقي ان الconnective tissue واحد من اهم مكوناته اللي موجود بكميه كبيره فيه، which is the matrix. بعكس الepithelium، الepithelium الماتريكس فيه قليل جدا، اللي هو الماتريكس present in between the cells. الابيثيليوم المين كومبوننت فيه خلايا، فهو عباره عن خلايا كتير قوي 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 ماسكه في بعض، زحمه جدا، الفراغات بينها ضيقه قوي، فكميه الماتريكس اللي ان بتوين مينيمال. بعكس الكونكتيف خالص، الكونكتيف بقى ده عباره عن سيلز مبعتره بعيده عن بعض، بينها فراغات كتيره مليانه ماتريكس. So the connective tissue has abundant كتير abundant matrix unlike the epithelium which has very little matrix. دي أول point of differences between epithelium and connective tissue. طب هل في فروق تانية؟ أنا قلتها ضمنا إن أنا عندي هنا خلايا few widely separated. الخلايا اللي هي بتمثل لي في الصورة هنا النيوكلياي الزرقاء دي. These are the cells. فلو أنا بصيت عليها هلاقيهم قليلين بالنسبة لمساحة الconnective tissue دي كلها، widely separated مبعترين مش ماسكين في بعض. بعكس الابيثيليوم خالص مليان نيوكليوي، كل السيلز قريبه قوي من بعض ومتماسكه ومربوطه مع بعض كويس جدا. So the epithelium is mainly formed of cells tightly packed, closely packed، زحمه وقريبه. Connective tissue has fewer cells widely separated. يبقى لو انا حبيت اختصر كده، اهم فرقين بين الابيثيليوم والكونكتيف عشان عيني تلقطهم بسرعه ان ده ابيثيليوم وده كونكتيف، اول فرق هيكون المكان. اتفقنا ان الابيثيليوم دايما على السيرفيس بره او جوه، الكونكتيف لجوه شويه تحته. تاني فرق هيكون الكومبوننتس، الابيثيليوم سيلز كتيره وزحمه ومتماسكه وقريبه قوي، الكونكتيف سيلز قليله ومبعتره وبينها وبين بعض كميه كبيره من الماتريكس. يبقى ده كده ان شورت الفرق بين الاثنين. نبدا نعرف بقى ايه انواع الكونكتيف تيشو ده. يا ترى كل الكونكتيف تيشو في جسمنا ذا سيم، نوع واحد بنفس التركيب، ولا في انواع مختلفه؟ Actually we have four types of connective tissue. اللي هما مين؟ النوع الاولاني وده هيكون كور محاضرتنا النهارده، which is connective tissue proper. يبقى اسمه بنفس الاسم اهو، بس ما خدت ناخد بالنا ان احنا هنضيف عليه كلمه proper، مش connective tissue وبس. لو انا قلت كونكتيف تيشو وسكت، فده معناه الاربع انواع مع بعض، لكن لو انا خصصت نوع واحد منه اللي انا هتكلم عليه في محاضرتنا النهارده، هيكون اول نوع اللي هو الكونكتيف تيشو بروبر. ده اول نوع من الكونكتيف تيشو. طب يا ترى ايه الانواع الثانيه الباقيه بقى غير ده؟ عندي كارتليج اللي هو الغضاريف، كل الغضاريف اللي موجوده في جسمي از ا تايب اوف كونكتيف تيشو. عندي البون اللي هو العظم، this is also another type of connective tissue. و the fourth type او اخر نوع منه اللي هو البلود. يبقى لو انا حبيت احط تايتل كبير اسمه كونكتيف تيشو، التايتل الكبير ده هيتقسم تحتيه اربع عناوين. اول عنوان منهم وهيكون موضوعنا النهارده كونكتيف تيشو بروبر، يليه محاضرات ثانيه بعدين هناخد فيها الكارتليج كسبيشاليز تايب، والبون انذر سبيشاليز تايب، واخيرا البلود. كل دول اقدر احطهم تحت عنوان كبير اسمه connective tissue.
زي ما قلت بقى، هنبدأ ناخد أول نوع ونبدأ نتكلم عنه بشوية تفاصيل. إيه الكونكتيف تيشو بروبر ده، ويا ترى مكوناته إيه؟ النوع ده من الكونكتيف تيشو بيتميز إن الماتريكس بتاعه سوفت. إحنا لسه متفقين إن الكونكتيف تيشو إن جنرال عنده ماتريكس كتير. الماتريكس اللي هو الحشوة أو المساحات اللي بين الخلايا مليانة بالماتريكس ده، بيربط الخلايا مع بعض. فهو يعني ان توتال كلهم، كل الانواع الاربعه عندهم ماتريكس كتير. طب اهم فرق بين الاربعه بقى ايه اللي خلانا قسمناهم اربع انواع اصلا وما تحطوش كلهم في نوع واحد؟ ان الكاركتر اوف ماتريكس ديفر فروم تايب تو تايب. يعني ايه؟ الكونكتيف تيشو بروبر مينلي الماتريكس بتاعه بيبقى سوفت، يعني طري شويه. لو انا قارنته بالانواع الباقيه، الكارتليج بسميه فيرم. كلمة فيرم معناها متوسط، لا هو صلب ولا هو طري قوي، حاجة نص نص كده، زي ما بتمسك بالظبط الغضروف بتاع مناخيرك كده. ده إحساس الفيرم ماتريكس. يبقى الماتريكس بتاع الكارتليج فيرم. طب البون يا ترى؟ ردوا انتوا بقى. ها؟ الماتريكس اوف بون از هارد، فبيبقى صلب، عشان كده العضوة بيبقى قوي وصلب. طب والبلود آخر نوع از فلويدي. فلويد، سائل. يبقى دول أربع خواص مختلفة للماتريكس اوف كونكتيف تيشو، بتميز الأربع أنواع المختلفة للكونكتيف تيشو. يبقى أول نوع منهم اللي احنا اتفقنا عليه النهاردة الكونكتيف تيشو بروبر، الماتريكس بتاعه شكله إيه؟ سوفت ماتريكس. هل كلهم؟ معظمهم، يعني الماتريكس بتاعهم بيعتبر سوفت ماتريكس. طيب مكوناته ايه يا ترى بقى؟ الكونكتيف تيشو بروبر ده عبارة عن ايه؟ هلاقي فيه ايه مكونات؟ هلاقي فيه سيلز، وهلاقي فيه ماتريكس، وده برضو ضمن احنا قلناه لما قارنا بينه وبين الابيثيليوم. في مجموعة من السيلز هسميهم كونكتيف تيشو سيلز، يفصلهم ماتريكس او مادة خلوية تملى الفراغات بين الخلايا وبعض وتربط الخلايا سوا، اسميها اكسترا سيلولار ماتريكس. حتى من اسمها، اسمه اكسترا سيلولار ليه؟ عشان هو بره السيلز، يبقى سيلز وماتريكس. طيب السيلز دي هقسمها مجموعتين، مجموعه اسمها فيكسد جروب، وفيكسد من اسمها ثابته، يعني في مكانها ما بتتحركش، لا بتخرج ولا بتدخل، هي في مكانها على طول ما بتغيرش اني بوزيشن، السايد بتاعها هو هو في مكانها. طب بما اني عندي مجموعه ثابته، لوجيكالي كده المجموعه الثانيه هتكون ايه؟ هتكون الفري او الواندرنج سيلز، يعني بتتجول بتتفسح شويه، الاقيها في الكونكتيف تيشو وشويه تبدا تخرج بره وتروح لاذر تيشوز. يبقى انا عندي السيلز اوف كونكتيف تيشو بروبر كام مجموعه؟ اتنين، مجموعه في مكانها ما بتتحركش، على طول على طول اي وقت تروح الكونكتيف تيشو هتلاقيها موجوده، والمجموعه الثانيه الفري، ودي مجموعه بتتحرك، يعني ممكن الاقيهم في الكونكتيف تيشو سام تايمز، والاقيهم اوتسايد ذيس تيشو وراحوا تيشوز ثانيه في اوقات اخرى. طب بالنسبه للماتريكس، الماتريكس هلاقيه فيه برضه تو كومبوننتس، في مكونين، في مجموعه من الفايبرز بسميها كونكتيف تيشو فايبرز، هنتكلم عنها ونعرف تركيبها ايه، وفي الجراوند سبستنس اللي هي الماده اللي في الخلفيه او الارضيه بتاعه الماتريكس، اللي هي بتربط بقى كل حاجه مع بعض، تربط السيلز مع الفايبرز مع الماتريكس وتعمل لي تيشو، بسميها جراوند سبستنس او الماده الخلويه. يبقى ده كده باختصار شديد اهو من الكونكتيف تيشو بروبر، ده نوع من الكونكتيف تيشو. مميزاته ايه؟ عنده سوفت ماتريكس، بيتكون من ايه؟ حاجتين، سيلز مبعتره وقليله، وفي منها شويه فيكسد في مكانهم ما بيتحركوش، وشويه فري بيتفسحوا. طب والكومبوننت الثاني هو الماتريكس اللي بين الخلايا وبعض، بيتكون من ايه الماتريكس ده؟ فايبرز الياف، وجراوند سبستنس قلنا ماده خلويه بين السيلز تربطها ببعض وتربطها بالفايبرز عشان يتكون عندي تيشو متكامل. نبدأ بالسيلز بقى. أول مكون classification of connective tissue cells هنقسمها according to A. أو according اللي احنا لسه مقسمينه عليه، مجموعة منها fixed على طول موجودة في الكونكتيف تيشو ما بتروحش ولا بتيجي، بسميها fixed group، وعلى النقيض لها المجموعة المتجولة اللي بتتفسح اللي ما بتعرفش تقعد في مكان، تخرج وتدخل براحتها، بسميها free group. طب يا ترى مين اللي هحطهم؟ الخلايا اللي تحت الفيكسد جروب، ومين الخلايا اللي تحت الفري جروب؟ اهم
أربعة لأربعة عشان ما ننساهمش بقى، أربعة فيكسد قصاد أربعة فري. مين الأربعة فيكسد؟ الـ UMC دي اختصار Undifferentiated Mesenchymal Cells، ومعاها Fibroblast، Adipocyte، و Reticular Cell. أربعة موجودين all the time في الـ Connective Tissue ما بيغيروش. These are the fixed group. طب مين المجموعة الفري؟ أربعة زيهم بالظبط، هما Plasma Cell، Mast Cell، ماكروفاج، وهنحط معاهم الوايت بلاد سيلز، والضوء ان دي بلاد سيلز. طب ايه اللي خلاني احطها هنا؟ هحطها مع كونكتيف تيشو ليه وهي اصلا خلايا بلاد؟ لان سام تايمز دي ار سين ان ذا كونكتيف تيشو. لو انت خدت عينه ممكن تلاقي بعض الوايت بلاد سيلز موجوده في الكونكتيف تيشو، فا اولذو ذي ار بلاد سيلز وات وي كان كونسيدر، ممكن نعتبرهم فري كونكتيف تيشو سيلز، اقدر اشوفهم في بعض الاوقات موجودين فيه. تمام، بس احنا مش هنتكلم عنهم هنا، احنا هناخدهم في البلوت بقى بالتفصيل وانواعهم وتركيبهم وكل حاجه، لكن هنا جاست احنا ذكرناهم ككومبوننت فقط، ان من الخلايا الفري اللي ممكن الاقيها في الكونكتيف تيشو الوايت بلوت سيلز دي الرابعه بتاعتهم، يعني عشان يبقى اربعه قصاد اربعه. لكن اكشولي انا هتكلم بالتفصيل عن مين؟ عن ثلاثه بس، بلازما وماست وماكروفاج. يبقى احنا عندنا اربع خلايا فيكسد قصادهم اربع خلايا فري. نبدأ ناخد أول مجموعة. أول مجموعة اللي هي الفيكسد جروب. اتفقنا إن الفيكسد كام واحدة؟ أربعة undifferentiated mesenchymal cell، fibroblast، adipocyte، وreticular cell. أربع خلايا، هناخد واحدة واحدة منهم ونبدأ نعرف ببساطة شديدة جدا تركيبها إيه وأهم ما يميزها. هناخد أول واحدة منهم، اختصارها UMC أو undifferentiated mesenchymal cell. ممكن استخدم الاختصار، ممكن مفيش مشكله خالص. اتسمت undifferentiated ليه؟ لانها خليه غير متخصصه، ما خدتش وظيفه معينه هتقوم بيها زي باقي الخلايا. تقدر تقول انها الريزيرف، الستوك، موجوده كده احتياطي. لو خليه من الخلايا الباقيه حصل لها مشكله او ضايد او باظت او كده، اقدر اريبليس، استعيد عنها واطلع خلايا جديده من undifferentiated mesenchymal cell، وده سر تسميتها، اسمها undifferentiated عشان كده. طيب هتكلم فيها عن ايه؟ هحطهم اهو، هنتكلم فيها عن اربع نقط. هثبت النقط دي في الاول هنا عشان تسهل علينا اللي جاي. في كل خليه مطلوب مني اوصف فيها ايه؟ اوصف اربع حاجات. نمبر 1 its shape، شكلها ايه؟ مدوره، branched، oval، شكلها ايه؟ يبقى دي اول بوينت هعلق فيها على اي خليه هتكلم عليها النهارده. الرقم 2 النيوكليس، شكلها ايه ومكانها فين؟ شكلها ايه؟ اوفل، راوند، تريانجولر، موجوده سنترال، بريفرال، اند سو. يبقى النيوكليس هعلق فيها عن مكانها وشكلها. النقطه الثالثه السيتوبلازم، وزي ما احنا متفقين ان احنا عندنا بيزك ستين او روتين ستين اتش اند اي، هعلق بيها الاول، ولو في سبيشال للسيتوبلازم هذكره لو في سبيشال ستين، لكن فيزيكالي انا هتكلم عن الاتش اند اي، فاشوف السيتوبلازم شكله ايه؟ يا ترى بيزوفيليك، اسيدوفيليك، طالع شكله ايه؟ اخر نقطة هعلق عليها في الخلية هي وظيفتها باختصار شديد. الوظيفة مش بتاعتي، دي بتاعت فيسيولوجي، دكتور فيسيولوجي يتكلم عنها بكل التفاصيل. أنا هنا بذكرها عشان بس أكمل الصورة بتاعت الخلية. الخلية دي تركيبها 1 2 3 عشان بتعمل كذا. التركيب ده بيخدم الوظيفة دي، تمام؟ فبالنسبة للأندفرنشيتد نجرب فيها. الأربع نقط اللي هتكلم عليهم إيه؟ Point 1 its shape، شكلها إيه يا ترى؟ أهي الصورة قدامنا أهي، شكلها إيه المنظر ده؟ أقدر أوصفه أقول عليها إيه؟ It has branches، يبقى it is branched cell، خلية مشعبة كده ليها دراعات كتير. يبقى ده أول حاجة شكلها. النيوكليس بتاعتها central وoval ولارج، يبقى النيوكليس كبيرة أهي في وسط الخلية وشكلها oval in shape. السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك، يعني مزرق. مزرق ليه؟ عشان فيها نيوميروس رايبوزومز. ولكن تذكر من نقطة هنا، إن أنا مش الخلية دي مش سكريتوري، ما بتفرزش حاجة، هتيجي بعدين النقطة دي وهوضحها أكتر. فأنا ما قلتش فيها جولجي ولا راف اندوبلازميك ريتيكولم ولا الحاجات دي خالص بتاعت الإفراز. دي جاست فيها رايبوزومز موجودين في السيتوبلازم بتاعها. طب بتعمل إيه بقى؟ وظيفتها إيه؟ ايه اللي يخدمنا من كل التركيب ده؟ انها mother cell. افتكروها بقى، مش هي undifferentiated؟ تبقى هي المذر، موجوده stock
او ريزيرف او ستيم سيل فور اذر تايبس اوف سيلز. موست مذر سيل فور موست تايبس اوف كونكتد تيشو سيلز. معظم وليس كل، وحط تحت معظم دي خطين ثلاثه. معظم خلايا الكونكتيف تيشو بروبر اوريجينيت فروم اندفرنشيت ميزينكايفال سيل، فهي تقدر تدفرنشيت وتديني اديبوسايت، تقدر تدفرنشيت وتديني كمان سيلز من اذر تيشوز زي الكوندروسايت في الكارتش والاوستيوبلاست في البون وماسل سيلز، تقدر تتنوع وتدفرنشيت وتديني انواع كتيره من الخلايا. فوي كونسيدر ستام سيل خليه ريزيرف او خليه جذعيه، او المذر سيل خليه الام اللي موجوده كده احتياطي. اي عجز يحصل في اي نوع تاني من الخلايا تبدا تنقسم ويحصل لها ديفرنشيشن، يعني تطور وتحور لشكلها وتركيبها عشان تديني الخلايا اللي حصل فيها ديفيشنسي او عددها قل او خليه منها ماتت وانا عايزه اعوضها دي. يبقى باختصار جدا، اول خليه عندنا من الفيكسد جروب اسمها ايه؟ يؤمسين. هنعرف عنها ايه؟ اربع نقط. واحد شكلها برانشت، اتنين نيوكليس سنترال واوفال ولارج، تلاتة سيتوبلازم بيزوفيليك، ودايما دايما بيزوفيليك سيتوبلازم معاها ريبوزومز، ممكن ريبوزومز لوحدها، ممكن ريبوزومز واندوبلازميك ريتيكولوم كمان، دي بتفرق من خليه لخليه وهقول كمان شويه ازاي. اخر حاجه وظيفتها ايه؟ ماذر سيل. ماذر سيل اوف موست تايبس، وبعلق تاني موست نوت اول، لان في بعض الخلايا ليها اورجن مختلف هقولها كمان شويه. تمام، ده بالنسبه لاول واحده من الفيكسد اللي هي اليو ام سي. تاني واحده اللي هي مين؟ الفايبروبلاست. يلا حد يقول بقى هنتكلم فيها عن ايه؟ نفس الاربع نقط، هما بالظبط، هاخدهم نقطه نقطه عشان اخلص شكل الخليه وتركيبها وكل حاجه باختصار. بوينت 1 هنا زودنا فيها نقطه اللي هي انها الموست كومن تايب. اشمعنى؟ عشان دي لازم اقولها، انا بقول ان الخليه دي اكتر خليه من خلايا الكونكتيف تيشو بشوفها في كل التيشوز في جسمي. يعني اكتر خليه بشوفها موجوده في الكونكتيف تيشو بروبر هي مين؟ هي الفايبروبلاست. فعشان كده ما ينفعش اعديها دي، يبقى دي نقطه خمسه جديده زياده مخصوصه للفايبروبلاست لوحدها. ايه يا جماعه اللي هي ايه؟ يعني ان الخليه دي حط في دماغك انها اكتر خليه موجوده في الكونكتيف تيشو، the most common type of connective tissue cells. نيجي بقى للاربع نقط البيزك بتوعنا. النقطه الاولى شكلها ايه؟ برانشيد سبيندل شيبد سيلز، اهي ليها دراعات برضو فهي برانشيد، وجسم الخليه نفسه مغزلي فبقول عليه سبيندل زي المغزل، يبقى برانشيد سبيندل شيبد سيلز ده شكلها. طب النقطه الثانيه النيوكليس، النيوكليس بتاعتها اللي جوه دي اوفال ان شيب وفيزيكولر ويز بروميننت نيوكليولز. فيزيكولر وبروميننت نيوكليولز دي يعني ايه؟ يعني نيوكليس فاتحه مليانه ايوكروماتين، النيوكليولز الصغنونه اللي جواها واضحه، وده كله دينوتنج ان الخليه دي نشيطه، خليه اكتف. فيزيكولر نيوكليس في اي خليه اتعود كده على طول دي بتقول لك انا خليه نشيطه، انا عندي ايوكروماتين وجينز اكتف كتير هتطلع بروتين. تمام، يبقى احنا بنحاول اهو نعرف من كل كلمه انا هفسرها بايه، مخي هينتربريت على طول هيترجمها لايه. اما اشوف فيزيكولار نيوكليس اترجمها لايه؟ اكتف سيل وعندها اكتف جينز كتير هتطلع بروتين. طيب ايه كمان؟ ان السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك برضو، ولكن خلي بالك من دي بقى، البيزوفيليا هنا تفرق عن البيزوفيليا بتاعت اليو ام سي؟ اه تفرق. تفرق في ايه؟ ان البيزوفيليا هنا فيها او سببها ريتش ان رايبوزومز ورف اندوبلازميك ريتيكولوم، وكمان بالاضافه لدول عندها بروميننت جولجي اباريتاس محترم وكبير قد كده. فالمنظر ده على بعضه كده انا ترجمه، مخي ترجمه لايه؟ ان دي خليه فيري اكتف ان بروتين سينسز، خليه مفرزه للبروتين، منتجه للبروتين. فعشان كده الكرايتيريا كلها بتقول لي كده، انا لسه ما قلتش هو وظيفتها ايه، لكن وصفها بتركيبها بيقول لي كده، عندها فيزيكولار نيوكليس وبروميننت نيوكليولس، يعني نيوكليس نشيطه ومليانه ايوكروماتين. عندها سيتوبلازم بيزوفيليك في رايبوزومز كتير ورف اندوبلازميك كتير وفي بروميننت جولجي، فكل المنظر ده مصنع انتاج البروتين ده بيقول لي ان دي خليه هنحطها تحت تايتل محترم كده اسمه بروتين سينثايزنج سيلز،
مين السيلز اللي في جسمي المصنعة للبروتين، واحدة على رأسهم هي الفايبروبلاست. يبقى المواصفات دي مهمة قوي، والانتربريتيشن ترجمتك ليها مهمة جدا. انت لو فهمت الكلام ده مش هتحتاج تحفظ حاجة. لما تعرف خلية بالمواصفات دي اوتوماتيكالي لما تيجي تتكلم مع الفسيولوجي والفانكشن بتاعتها هتعرف انها خلية منتجة للبروتينات. هي وظيفتها بقى يا ترى هتعمل ايه؟ البروتين اللي هتطلعه ده هيتكون منه ايه؟ thin size connective tissue fibers. الفايبرز دي سمعناها فين من شويه؟ حد يفكرني كده؟ ها هو كملها لك اصلا. شوف other matrix component، يعني من الاخر كل الماتريكس كومبوننت اللي هي باقي مكونات الكونكتيف تيشو بروبر مين بيصنعها؟ فايبروبلاست. يبقى هي كخليه قائمه بذاتها كده، عشان كده هي النص قوي. هو كده خلاص الموضوع وضح، خليه موجوده كتيره قوي في الكونكتيف تيشو بروبر. ليه؟ عشان هي المسؤوله عن انتاج باقي المكونات. يعني ايه باقي المكونات؟ الماتريكس بكل ما فيه، كل مكونات الماتريكس الفايبروبلاست اللي بتكونها، بتكون الماتريكس الفايبرز وبتكون الجراوند سبستنس، فهي بتفرز كل البروتينز اللي موجوده فيه. طب جميل قوي، ايه كمان؟ بتعمل ايه كمان؟ healing of injuries by formation of scar tissue. دي اجابه الكيس، السؤال اللي كان في اول المحاضره، ازاي الجرح التأم؟ الجرح لما اتخيط لم ليه وخف؟ ايه اللي خلاه لزق في بعضه تاني؟ نتيجه ان نشاط الفايبروبلاست مسؤولة عن انها تكون ماتريكس وفايبرز تلحم الجروح ويحصل لها هيلينج وتكون لي سكار تيشو اللي هو اثر الجرح. الخط الابيض اللي بيبقى موجود في الجرح بعد ما يلم ده اثر او ده وظيفة الفايبروبلاست، بتقول لك انا هو موجودة، انا عملت هيلينج وسايبه لك اثر هو سكار تيشو. يبقى الهيلينج اوف انجلز وظيفة مين؟ فايبروبلاست سيل. في مجموعة منهم كمان يحصل لهم موديفيكيشن، تتعدل شوية، تبدأ تركيبها يتغير سنة عن الفايبروبلاست اللي احنا لسه قايلينها، وتكتسب كونتراكتايل فانكشن، فبيسميها مايو فايبروبلاست. مايو دي يعني مصر، فدي موديفايد فايبروبلاست بيبدأ يتكون فيها بروتينز كونتراكتايل بروتينز، فبتبقى شبه لسموس مصر. طب أهميتها إيه؟ يعني محتاجينها في إيه المايو فايبروبلاست دي؟ دي لما بتبقى موجودة في الحتة اللي فيها الجرح بتكونتراكت تنقبض، فتدي تضيق الجرح، يبدأ الجرح يلم، ووند كونتراكشن يبدأ يلم ويضيق المسافة في الجرح شوية بشوية، فده بيسرع وبيحسن الهيلينج. يبقى الهيلينج بتاعها بتعمله بتو ميكانيزمز، انها تكونتراكت الجروب منها اللي بيحصل لهم موديفيكيشن ويبقوا مايوفايبروبلاست، فتضيق المسافة في الجرح وتخليه يضيق، بلس انها تبدا تكون فايبرز وماتريكس جديده تملى بيها الفراغ ده، فيحصل كومبليت هيلينج اوف وند. يبقى وظيفه الفايبروبلاست مهمه جدا، وبيخدمها في الوظيفه دي ايه؟ تركيبها، محتويات السيتوبلازم بتاعها، وشكل النيوكليوس ومكوناتها. ده بالنسبه للفايبروبلاست. نيجي للخليه رقم 3 من الفيكسد جروب، اسمها اديبوسايت. سايت يعني سل. طب اديبو دي جت يعني ايه؟ اديبو من كلمه اديبوز، واديبوز معناه دهون، فالاديبو سايت دي اسمها الخليه الدهنيه. طب من قبل ما نتكلم عنها خالص، توقعاتك ايه الخليه زي دي هيبقى جواها ايه؟ اسمها الخليه الدهنيه، هتحتوي على ايه؟ موستلي ات ويل كونتين فات، هيبقى فيها دهون جواها، والا ما كانتش خدت الاسم ده. يبقى انا هعرف تركيبها اهو واتفرج عليه عشان اشوف محتويات. الاربع نقط اللي اتفقنا عليهم هم شكلها ايه الاديبوسايت؟ اوفال سيل. اوفال سيل اهي زي ما احنا شايفينها في الصوره كده، كونتين جواها لارج فات جلوبيول ذات بوش ذا نيوكليوس تو وان سايد. ايه الكلام ده؟ الخليه دي خليه اوفال وجواها دهون تفضل تحوشها تحوشها تحوشها، ويدخل جواها كميه دهون كبيره لغاية ما تكون كورة، كورة من الدهون. الكورة الكبيرة دي لما تتواجد جوه السيتوبلازم تبدأ تزق كل المحتويات بما فيها النيوكليا الشخصية، ما عادش في مكان في السيتوبلازم من كتر ما اتملى بالدهون، فتبدأ تزق النيوكليس للجنب، تزقها تزقها لغاية ما تتحشر يا عيني في الجنب بين السيل ممبرين وبين الفات، وتبقى بريفرال نيوكليس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى ده من الكرايتيريا، من مميزات شكل الاديبوسايت المنظر اللي انت شايفه قدامك ده،
ان خليه مليانه دهون، كوره كبيره قوي من الدهون، والنيوكليس بتاعتها يا عيني فضلت تتزق 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 لغايه ما بقت تدوب تحت السيمبرين بريفرال نيوكليس بالشكل ده. يبقى ده اول حاجه شكل الخليه ايه. تاني حاجه شكل النيوكليس، ده احنا قلناه، احنا قلناها من ضمن الكلام دلوقتي صح. مكانها فين؟ بريفرال، على الطرف خالص بين السيمبرين والفات. طب شكلها ايه؟ نيوكليس قاعده تتزق تتزق تتزق، اتحشرت الحشره دي، يبقى شكلها ايه؟ راوندد؟ لا طبعا فلات، بقت رفيعه جدا ومبططه ومضغوطه لانها ما عادش في مافيا تقعد فيه، يعني موجوده كده مزنوقه، فهي فلاتند مبططه وبريفرال يعني على طرف الخليه خالص. وعرفنا سبب ده ايه اهو، ده دايجرام مجسم اهو للفات سيلز. كل دي عباره عن اديبوسايتس، كل واحده من دول، دي طبعا صوره مرسومه. الاصفر اللي جوه ده ريبريزنتنج الكوره بتاعت الدهون اللي انا قلت لكم عليها، كوره من الدهون ماليه السيتوبلازم. كل ما تكبر كل ما تبوش النيوكليس بمقيه المحتويات كلها بتاعت الخليه الى السايد، فبقت النيوكليس بره على الطرف خالص، بريفرالي سيتويتد وفلاتند، معناها مضغوطه مضغوطه لغايه ما بقت على الطرف خالص. ده شكل الخليه. السيتوبلازم بتاعها بقى وضعه ايه؟ السيتوبلازم ده لوجيكالي كده بالاتش اند اي انا هلاقيه فاضي. طب فاضي ليه؟ هتعرف يقول لي؟ يعني ده منظرها كده بالاتش اند اي، الشكل اللي فوق ده هلاقيه فاضي ليه؟ لان ده مليان دهون، والدهون انا ما بستخدم اتش اند اي، انا بستخدم زايلول او زايلين، وده ماده مذيبه للدهون. فلما اجي اصبغ اتش اند اي الدهون دي بتدوب خالص، ما عادش فيه، بقت فاضيه. فالخليه بالظبط كانها فاضيه، تجويف فاضي. المنظر ده لما اتشاف تحت الميكروسكوب اللي شافه لاول مره افتكر شكل الخاتم زي ده بالظبط اهو، كانه زي الخاتم، حلقه وفيها فص فوق، حلقه وفيها نيوكليس فوق. فتوصفت الاديبوسايت بالاتش اند اي سيجنت رينج ابييرنس، زي الخاتم بالظبط، خاتم وليه فص واحد، هي نفس الشكل بالظبط. فالديسكريبشن ده مهم قوي، مشهور قوي، تسمعوا سيجنت رينج ابييرنس على طول لازم ينط في مخك فات سيل او اديبوسايت، الاثنين ذا سيم، ممكن اسميها فات سيل او اديبوسايت. سيجنت رينج ليه؟ عشان كان جواها كوره كبيره من الدهون، لما مررت وعملت بارافين بلوك وبعد كده صبغت باتش اند اي كل الدهون اللي فيها دابت، ما عادتش موجوده، فسابت فراغ كبير في السيل كانها فاضيه، والنيوكليس بات على الجنب زي الفص بتاع الخاتم بالظبط. طب يا ترى الفراغ ده دلوقتي انا شايفه فاضي، انا اعرف منين انه فيه فات؟ ما يمكن هو فاضي اصلا، انا دلوقتي افترضت ان كان فيه دهون ودابت وانا بصبغ اتش اند اي فبانت فاضيه. طب ايه اللي يثبت؟ اللي يثبت ان انا استخدم سبيشال سيلين الفات، والله اتصبغ اهلا وسهلا يبقى فيه فات، ما اتصبغش يبقى مفيش حاجه اصلا. استخدم مين؟ استخدم مين سبيشال فور فات؟ استخدم سودان 3 وتديني اورنج كلر، فلاقي ان الفراغ الفاضي دلوقتي ده هيتملي بكوره لونها اورنج، قريبه من الصوره دي، يعني قريبه منها شويه. تمام؟ دي طبعا صوره، ده دايجرام مرسوم مش صوره حقيقيه، لكن هتطلع الشكل بالمنظر ده، الاقي كوره اورنج كلر ماليه السيتوبلازم، فكده انا اتاكدت فعلا ان كان في هنا دهون ودابت وانا بصبغ اتش اند اي. ايه ستين ثانيه سبيشال كمان اقدر اصبغ بيها برضه اتاكد اكتر؟ سودان بلاك. يبقى عائله السودان دي بتاعه الفات. سودان 3 بتدي اورنج كولر وسودان بلاك بتدي بلاك كولر، يبقى الاقي الكوره دي بدل ما هي لونها اصفر في او اورنج في السودان بقت لونها اسود، كوره سودا في وسط الخليه دي الفات اللي موجود فيها. في ستين كمان موجوده ليهم هي اسمها اوزميك اسيد زي السودان بلاك بالظبط، بتدي برده بلاك كولر. يبقى انا عندي ثلاثه سبيشيالز اهم للفات، سودان 3 بتدي اورنج، سودان بلاك واوزميك اسيد بتدي بلاك كولر. كده انا اتاكدت فعلا ان السيتوبلازم مليان فات بالسبيشيالز الموجوده دي. وظيفتها ايه الخليه دي؟ خليه قاعده تحوش دهون تحوش دهون، يبقى وظيفتها ايه؟ ستورج، بتخزن. لما الجسم يبقى فيه اكسترا فات كتير ومش الجسم مش محتاجه يبدا يبعته للخليه دي يقول لها حوشيه لوقت الحاجه، لما نبقى نحتاجه نبقى نستخدمه، لكن دلوقتي انا مش محتاجه خزنيه فيه. يبقى ستورج اوف فات. والستورج اوف فات ده هو كمان بيعمل وظيفة تانية في الجسم، هيت انسوليشن. عشان كده بنقول ان تحت الجلد فيه دهون، الدهون دي بتحافظ على حرارة الجسم، بتعمل عزل للحرارة فتقلل فقد الحرارة من الجسم في البرد.
يبقى في الهيت انسوليشن وظيفه تانية لوجود الدهون جوه الخلايا دي، انها بتعزل حراره الجسم عن الجو اللي بره فتحافظ عليها ويفضل حراره الجسم within normal، ما يفقدش حراره كتير. يبقى دي الخليه اللي هي الاديبوسايت، عرفنا فكرتها وعرفنا شكلها وعرفنا وظيفتها. اخر واحده من المجموعه الفاكسد هي الريتاكيولار سيل، وبرضو من اسمها كلمه ريتاكيولار من كلمه ريتاكيلم اللي هي شبكه. فالريتاكيولار سيل دي خليه مهمه وشكلها او اسمها بيدينوت وظيفتها. مين الريتاكيولار سيل؟ دي واحده من السبيشاليز فايبروبلاست بارت، يعني دي تايب اوف فايبروبلاست، شبهها في التركيب الى حد كبير، ولكن وظيفتها بتاخد سكه سبيشاليز شويه. ايه هي؟ ان الخليه دي بتفرز بروتين برضو، ولكن نوع معين بسميه كولاجين تايب 3، دي مخصوصه انها تنتج النوع ده بس. الفايبروبلاست الباقيه بتنتج انواع تانيه كتير، لكن شويه منهم كده خدوا جنب وقالوا احنا اسمنا ريتيكولار سيلز بنطلع كولاجين تايب 3، لكن بقيه البروتينز ما بنطلعهاش. طب اشمعنى يعني؟ اشمعنى انتوا تطلعوا كولاجين تايب 3؟ عشان ده بيدخل في تركيب نوع من الفايبرز هنقوله بعدين، واحده من الكونكتيف تيشو فايبرز اسمها ريتيكولار فايبر. الريتيكولار فايبرز دي بتتكون من الكولاجين تايب 3، مين بينتجه لها؟ ريتيكولار سيل. بفتكروها كده، الريتيكولار سيل بتخدم الريتيكولار فايبر او بتنتجها عن طريق انها بتطلع لها كولاجين تايب 3. الاثنين موجودين في الريتيكولار كونكتيف تيشو، هيجي سيرته بعدين. شكلها ايه؟ برانش سيل، احنا قلنا انها زي الفايبروبلاست، فهي شبهها برضو في التركيب وفي الوظيفه وفي الشكل العام، ولكن احنا اتفقنا انها متخصصه في انها تنتج فايبر معينه اللي هي الريتيكولار فايبر. يبقى الريتيكولار سيل طيبة جدا بتنتج ريتيكولار فايبر، ما تتنتجش بقى سهلة قوي اهي. الريتيكولار سيل بتنتج ريتيكولار فايبرز، اشمعنى او انهي جزء بالظبط من الريتيكولار فايبر؟ لانها بتطلع لها بروتين مخصوص اسمه كولاجين تايب 3. بليز نفتكر الرقم ده مهم، كولاجين تايب 3، لا 1 ولا 2 ولا 10 ولا اي نوع تاني. الريتيكولار سيل بتطلع انهي نوع من الكولاجين؟ تايب 3. ليه؟ عشان هو ده اللي بيدخل في تركيب الريتيكولار فايبرز. سهلة؟ يبقى دي اخر خليه من المجموعه الفيكسد، المجموعه اللي ما بتسيبش الكونكتيف تيشو، على طول موجوده فيه، ما بتتحركش ما بتخرجش بره. نروح بقى للمجموعه الثانيه اللي هي الفري او الواندرنج كونكتيف تيشو سيلز. دي بقى المجموعه المتجوله الحبوبه اللطيفه اللي بتقعد شويه وتمشي شويه، ما بتكملش. مش كل الاوقات اما اخد عينه كونكتيف تيشو الاقي فيها الفري واندرنج سيلز، ممكن الاقيها او ممكن لا. مين هم؟ احنا اتفقنا ان هم اربعه، بلازما سيل، ماست سيل، ماكروفاج، واخر نوع منهم الوايت بلاد سيلز. واحنا اتفقنا ان ده مش مكانه هنا، ده هناخده بالتفصيل مع البلاد، لكن احنا حطينا ان احنا ممكن نلاقيه في الكونكتيف تيشو. ليتس ستارت باول واحده which is بلازما سيل. طيب هنتكلم عن ايه فيها؟ نفس الاربعه بوينتس اللي احنا اتكلمنا عليهم في اللي فاتوا بالظبط. أول نقطة هنا بقى إضافة، معلش إشمعنى؟ عشان في نقطة جديدة خاصة بالبلازما سيل لازم أذكرها، فالأربعة بوينتس هنزود عليهم بوينت كمان بقوا خمسة. إيه هي؟ إن الخلية دي formed by activation of B lymphocyte. إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ مش إحنا اتفقنا إن الـ undifferentiated mesenchymal cell is the mother of most، فاكرين كلمة most دي؟ most connected tissue cells. وساعتها قلت لكم ايه؟ في اكسبشنز، في بعض الخلايا مش هتطلع منها، هتطلع من اماكن تانية، الاوريجن بتاعها مختلف. ادي اول واحده مختلفه، البلازما سيل. البلازما سيل الاوريجن بتاعها مين؟ بي لينفوسايت. يبقى الاوريجن هنا مختلف، ما تنسوهاش بليز. الاوريجن اوف بلازما سيل بي لينفوسايت وليس يو ام سي. يبقى دي البوينت الجديده الزياده، وبتقول لي ان الاوريجن هنا خلي بالك الاوريجن مختلف، لازم تعرفه. ما بتطلعش من اليو ام سي. طيب باقي الاربع انواع، الاربع بوينتس بقى العاديين، شكلها اوفل اهي، اوفل سيل. النيوكليس راوندد اكسنتريك فيزيكولر، مدوره، ده شكلها اكسنتريك مكانها، يعني مش في النص، متزحزحه على الجنب شويه. اكسنتريك مش سنترال، سنترال في النص،
اكسنتريك يعني اتزحزحت شويه من النص. فيزيكولار، انا لسه قايله فيزيكولار دي من شويه، حد يفكرني بقى فيزيكولار نيوكليس دي يعني ايه؟ مخك هيترجمها لايه؟ اكتف سيل سينثايزنج بروتين، دي خليه هتشتغل نشيطه وهتنتج بروتينات لان عندها اي كروماتين كتير. نيوكليس بتاعتها فيزيكولار والنيوكليولس فيها واضحه جدا جوه اهي، دي النيوكليولس الصغنطوطه دي تمام، فدي فيزيكولار نيوكليس. طيب دي النقطه الثانيه، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك برضو، ممكن احط له كلمه ديب، ممكن احطها على فكره كمان في في الفايبروبلاست، الاثنين يعتبروا دي بيزوفيليك سيتوبلازم، مفيش مشكله يعني لو قلتها بيزوفيليك، بس المهم تترجمها صح. بيزوفيليك يعني ايه؟ ايه اللي عندها مخليها بيزوفيليك؟ عندها كتير ريتش رايبوزومز، ريتش رف اندوبلازميك ريتيكولوم، وكمان معاهم بروبرامينانت جولجي محترم وكبير. كل الكرايتيريا دي تساوي بروتين سينثايزنج سيل. كلاكيت تاني مره ما تنسوهاش، احنا المفروض نجمع بعد شويه ما نخلص مين هم الخلايا اللي اسمهم او التايتل بتاعهم بروتين سينثايزنج سيلز، مين الخلايا المفرزه للبروتينات. احنا خدنا منهم اول واحده فايبروبلاست، تاني واحده بلازما سيل. ماشي، الخلايا دي ليها مواصفات مشهوره بينهم كلهم، النيوكليس بتاعتهم كلهم فيزيكولار نيوكليس، السيتوبلازم بتاعهم كلهم دي بيزوفيليك سيتوبلازم، ودي بيزوفيليك دي بالالكترون هتلاقي ايه جواه؟ يعني هتلاقي جواه رايبوزومز كتير، رف اندوبلازميك ريتيكولوم كتير، ومعاهم جولجي كبير ومحترم اللي هو يعني مصنع انتاج البروتينز. تمام، يبقى كل المواصفات دي تشبه الى حد كبير مواصفات مين؟ الفايبروبلاست. مين البروتين بقى اللي هيتكون هنا؟ يا ترى الماتريكس برضو؟ لا، هنا الاختلاف بقى، دي بتنتج ايه؟ بتنتج بروتينز ان ذا فورم اوف انتي بوديز، اللي هي الاجسام المضاده لاي ميكروب احنا بنتعرضه، اللي بيدخل جسمنا باسم انتيجين الجسم بيكون له انتي بودي مضادات. مين المسؤول عن سيكريشن اوف ذيس انتي بوديز؟ بلازما سيل. دي نوع من انواع الاميون ريسبونسز بسميها هيوميرال اميونيتي، نوع من انواع المناعه اللي بتبقى عن طريق انتاج انتي بوديز اجينست ذا انتيجينز، الميكروبس او الحاجات اللي بتهاجم جسمنا، جسمنا بيضاد الهجوم ده بانتاج انتي بوديز. مين اللي بيكونها؟ مين المسؤول عن انتاجها؟ بلازما سيل. يبقى دي اول واحده من الخلايا الفري، بلازما سيل عندها نقطه زياده ما تنسوهاش، الاوريجين بتاعها مختلف بي لينفوسايت، مهمه جدا وموضوع اسئله كتيره جدا، اوريجين اوف بي لينفوسايت اوريجين اوف بلازما سيل از، ونحط اربع خلايا من ضمنهم البي لينفوسايت، او العكس اكتيفيشن اوف بي لينفوسايت جيف رايز تو، تدي مين لما ننشط البي لينفوسايت؟ تديني مين؟ تديني بلازما ولا تديني ماست سيل ولا تديني ماكروفاج ولا؟ ماشي، يبقى ده برده سؤال مهم قوي. الاربع كرايتيريا الباقيين عاديين جدا لكن اهمهم برده هتيجي، بروتين سينثايزنج سيل فتقدر انت بناء عليها تكتب وصف النيوكليس ووصف السيتوبلازم وتعرف كلمه انتي بوديز، الكلمه دي مهمه جدا، ده المنتج بتاعها. ده بالنسبه للبلازما سيل. ده شكل البلازما سيل تحت مايكروسكوب اتش اند اي، كل الخلايا اللي احنا شايفينها دي ار بلازما سيلز، شايفين النيوكليس بتاعتها rounded vesicular nucleolus جوه بتقول انا اهو، وفي اكتر يعني في خلايا فيها اكتر من nucleolus كمان، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك ازرق اهو، وشايفين بقى البقعه البهتانه اللي عليها السهم دي، مين شاطر يقول لي دي ايه؟ البقعه البهتانه اللي السهم الابيض مشاور عليها فين فيهم كلهم دي ايه؟ This is negative Golgi image، فاكرينها؟ مكان وجود جولجي، جولجي ما بيتصرغش بالاتش اند اي، لكن بيفضل مكانه بقعه فاتحه عشان ما فيهاش رايبوزومز ولا اندوبلازميك ريتيكولوم، فبتبان في صوره نيجاتيف جولجي اللي احنا شايفينها، كل الاسهم البيضاء دي بتشاور عليها، يبقى كل دي ار بلازما سيلز بكل المواصفات اللي احنا ذكرناها. اهو ده this is negative Golgi image. نيجي للخلايا الثانيه من المجموعه الفري، it is called mast cell. شكلها الماست سيل از اوفال ان شيب، اهي شكلها اوفال يعني قريبه من البلازما والاديبوسايت. على فكره احنا ممكن برضو وانتوا بتذاكروا تسهيلا عليكم تقسموهم بينكم يعني لنفسكم كده، مين الاوفال ومين البرانشت،
دي برضو تقسيمه تانية للكونكتيف تيشو سيلز على فكره، وفي بعض الكتب بتستخدمها، مين الاوفال سيلز عشان تبقى عارفهم ومين البرانشد سيل. فانت كده سهلت على نفسك اول نقطه، لو واحده جات لك سؤال على اي خليه منهم في المجموعه الاوفال هتكتب اوفال وانت مغلط، لو جات لك سؤال على مجموعه البرانش برضو هتكتب برانش وانت مغلط، تبقى تقدر تجمعهم مين منهم شكلهم اوفال ومين منهم شكله برانشد سيل. النيوكليس بتاعتها از راوندد اند سنترال نيوكليس، فالنيوكليس هنا فين؟ في النص، مش زي الثانيه بتاعت البلازما اكسنتريك، دي في نص الخليه. هي الصوره هنا مش يعني مش دقيقه قوي عشان دي رسمه مرسومه بالايد، ولكن هي سنترال سيتويت. السيتوبلازم بتاعها از بيزوفيليك، ولكن تيك كير من نقطه لازم تقف عليها هنا، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك كله يعني كله مسحه واحده كله ازرق زي بعضه؟ لا، السيتوبلازم كونتين لارج بيزوفيليك جرانيولز، يعني ازرق محبب في بقع نقط جرانيولز خشن اهي اللي انتوا شايفينها في الصوره زرقاء دي، الازرق دي عباره عن ايه؟ بيزوفيليك جرانيولز. يعني هل الوصف ده هقدر اقول عليها بروتين سينثايزنج سيل؟ لا، خلي بالك بقى من دي مهمه جدا، البيزوفيليا بتاع البروتين سينثايزنج سيلز الخليه كلها بيزوفيليك، السيتوبلازم كله مفيش فيه نقط زرقاء، لا، لكن كله ازرق ديفيوز يعني. لكن هنا في الماست سيل البيزوفيليا هنا موجوده في صوره جرانيولز، حبيبات لونها ازرق، فالحبيبات دي هي اللي جواها كونتنت بيزوفيليك، لكن دي مش رايفوزوم ولا رف اندوبلازميك راديكال. طب البيزوفيليك جرانيولز دي لقوا ليها سبيشال ستين، فلازم نذكرها، ان انا لو صبغتها بستين اسمها تولودين بلو، تولودين بلو لونها ايه؟ اسم الصبغه دي لونها ايه؟ بلو، لونها ازرق. فلما اصبغ بيها اللوجيك ان يطلع الحاجه اللي هتتصبغ بيها لونها ايه؟ يطلع لونها ازرق، ما هي اسمها كده. لكن ده ما بيحصلش بقى، لما باجي اصبغ الماست سيل بالتولودين بلو الاقي ان السيتوبلازم بتاعها والجرانيولز اللي فيه الحبيبات دي تاخد لون بنفسجي محمر، لون مختلف خالص عن لون الصبغه. الخاصيه دي بتسمى ميتا كروميزيا او ميتا كروماتيك ستين. ميتا كروماتيك ستين دي باختصار احنا خدناها في السيتولوجي، ولكن هنذكركم بيها بسرعه، ان دي اصبغ بصبغه ليها لون يطلع لي لون تاني. الرياكشن اللي حصل بين الصبغه التولودين بلو وبين المحتويات بتاعت الجرانيولز نتج عنه تغيير لون الصبغه شخصيا، الصبغه نفسها لونها اتغير، فبدل ما يدي لون بلو ادى لون ريديش بيربل. يبقى ده بالنسبه لي سبيشال ستين فور ماست سيل، مهمه جدا وبرده موضع سؤال كتير قوي، ميتاكروماتيك ستين فور ماست سيل بتدي لون ايه؟ او ستيند ويز ويتش ستين، وحط 3 4 ستينز من ضمنهم التولودين بلو، او مين الخليه اللي بتقدر تصبغها ميتاكروماتيكالي، ماست ولا بلازما ولا ماكروفاج؟ يبقى الماست تيل. يبقى كل دي افكار اسئله للنقطه دي، نقطه مهمه جدا، حط في بالك دايما وانت بتذاكر اي سبيشال ستين لازم تقف عندها ما تعديهاش، لازم تعرفها كويس جدا. كل السبيشال ستينز في كل الاماكن في اي تشو او سيل مهمه جدا ومواضع اسئله كتير قوي في الامتحانات، تمام؟ يبقى من مميزات الماست سيل اني بقدر اصبغها ميتاكروماتيك. يعني ايه ميتاكروماتيك؟ يعني اصبغ بصبغه ليها لون يطلع لي لون تاني. مين الصبغه اللي بستخدمها؟ تولودين بلو، صبغه لونها ازرق، الاقي ان الجرانيولز بتديني لون ريدش بيربل بنفسجي محمر، ده نتيجه التفاعل اللي حصل بين الصبغه وبين الكونتنت اللي جوه الجرانيولز دي، تمام؟ ده بالنسبه للميتاكروماتيك ستين. وظيفتها ايه الماست سيل؟ دي خليه مفرزه برضو، ولكن مش بروتينز بقى، هي بتفرز مواد اسمها هيستامين وهيبرين. الهيستامين ده سبستنس اوف الرجي، المسؤوله عن الحساسيه اللي بتحصل لبعض الاشخاص مع اكل معين، مع تعرض لريحه برفيوم معينه، مع مثلا تعرض للتراب او في الربيع، الحساسيه اللي بتحصل لناس كتيره مننا نتيجه تعرض او اكل حاجه معينه، الحمار اللي بيحصل في جسمهم ويبدا يهرش وكده، ده نتيجه افراز الهيستامين. مين اللي بيفرز الهيستامين ده؟ الماست سيل. يبقى أول منتج للخلية بتاعت الماست سيل اسمه إيه؟ هيستامين. مين الهيستامين ده بيعمل إيه؟ افتكر على طول كده، هيستامين ألرجي، هيستامين ألرجي. هيستامين مادة الحساسية المسؤولة عن الألرجيك رياكشن اللي بيحصل في الجسم لما الإنسان يتعرض لمادة معينة هو عنده حساسية منها. طب بتفرز إيه كمان؟ بتفرز كمان الهيبرين. مين الهيبرين ده؟ سمعنا عنه فين قبل كده أو عدى علينا فين؟
كتير مننا يعرفوا ان ده ماده مانعه للتجلط، انتي كواجولانت. عشان كده في المعامل اما بياخدوا مننا عينه دم للتحليل، كتير من الاحيان لو مش عايزينها تتجلط يضيفوا عليها من نقطتين ثلاثه من الهيبرين ده. ليه؟ عشان تفضل الدم سايل وما يتجلطش. يبقى الماست سيل بتنتج ايه؟ حاجتين مهمين جدا جدا جدا، بتفرز هيستامين سبستنس اوف الرجي، وبتفرز هيبرين از انتي كواجولانت. برضو دي مواضع اسئله كتير قوي. ماست سيل سيكريت، سيكريت ايه؟ اي حاجه بقى وتختار منها هيستامين او هيبرين. او دي رياكشن، ذا الرجيك رياكشن از ميدييتد باي، مين الخليه المسؤوله عن الالرجيك رياكشن؟ ماست سيل. او مين الخليه اللي بتفرز هيبرين؟ برضو ماست سيل. او الماست سيل بتفرز ايه؟ هيبرين. الهيبرين بيعمل ايه؟ سيكريتد باي ماست سيل از انتي كواجولانت. كل دي برضو افكار اسئله لي الجزئيه دي من الماست سيل. يبقى باختصار الماست سيل اوفال ان شيب، راوندد نيوكليس وسنترال سيتويتد، وده فرق بينها وبين النيوكليس بتاعه البلازما، بلازما اكسنتريك. السيتوبلازم هنا في بيزوفيليك جرانيولز، بليز ما تقولش بيزوفيليك وتقف لو سمحت، احفظها كده بيزوفيليك جرانيولز. طب الجرانيولز دي ليها سبيشال؟ اه ليها سبيشال، بصبغة بالتولودين بلو وتديني لون محمر بنفسجي محمر، ودي بنسميها ميتاكروماتيك ستين. وظيفتها ايه؟ حاجتين، هيستامين الرجي، هيبرين انتي كواجولان. ده بالنسبه للمستسل. اخر واحده عندنا من مجموعه الفري جروب او الكونكتيف تيشو سيلز عموما بقى هي الماكروفاج. والماكروفاج دي خليه مشهوره جدا، بنشوفها في اماكن كتير قوي في جسمنا، وفي كل مكان بتبقى موجوده فيه بيبقى كتير من الاحيان ليها اسم مخصوص. بمعنى ايه؟ يعني الماكروفاج اللي موجوده في الكونكتيف تيشو بروبر اسمها الثاني هيستيوسايت. فالاسم ده مهم؟ اه مهم. ليه؟ لان ده اسم مخصوص للماكروفاجز اوف كونكتيف تيشو بروبر. عشان الماكروفاجز اللي في اماكن تانية ليها اسامي تانية هناخدها later on. فالاسم ده مهم قوي؟ اه، عشان ممكن يجي السؤال كده هيستيوسايت are characterized by، او هيستيوسايتس originate from، او هيستيوسايت can be stand with. فانت لو مش عارف مين الهيستيوسايت مش هتعرف تجاوب السؤال. فمهم جدا ان احنا نعرف الاسم ده. These are macrophages of connective tissue proper. الماكروفاجز زيها زي البلازما سيل، عندها نقطة خمسة تخص الأوريجين، يعني شذت عن قاعدة مين؟ الأندفرنشيتد ميزينكايمال سيل. هي كمان ما بتطلعش من اليو ام سي، هي بتأوريجينيت فروم بلاد مونوسايت. يبقى خلي بالك احنا خدنا اتنين من خلايا الكونكتيف تيشو ما بيطلعوش من الأندفرنشيتد ميزينكايمال سيل. مهم جدا وبرضه موضع سؤال. الأوريجين أوف بلازما بيتا لينفوسايت، الاوريجين اوف ماكروفاج بلاد مونوسايت. تمام، نقطتين مهمين قوي لازم نبقى عارفينهم، الاوريجين بتاع الاثنين دول بالذات، الباقي كله ممكن يطلع من اليو ام سي عادي خالص. باقي النقط بقى شكلها ايه؟ برانشد، يبقى شذت عن الاوفل وهحطها مع مجموعه البرانشد سيلز. خليه برانشد ليها دراعات كتيره وليها مالتيبل بروسيسز بنسميهم سودوبوديا او الاقدام الكاذبه. النيوكليس بتاعتها سمول اكسنتريك اند ايريجولار نيوكليس، صغيرة وبرضه مش في النص، والريجولار شكلها مش منتظم ما لهاش شكل معين. يعني السيتوبلازم بتاعها از بيل بيزوفيليك، وهنا كلمة بيل بيزوفيليك بتقول لي ان هو مش ازرق قوي، يعني ازرق باهت، يعني ما عندهاش رايبوزومز كتيرة، فبالتالي ما لهاش سكة مع قصة البروتين سينثيسيس دي. هي عندها شوية رايبوزومز على قد حالها كده تستخدمهم لنفسها بس، لكن ما لهاش دور في البروتين. طب تفتكروا لوجيكالي كده مين اكتر اورجانيل الاقيه في الماكروفاج؟ مين يعرف يجاوب السؤال ده؟ ها، مين اكتر اورجانيل الاقيه في الماكروفاج من الاورجانيلز اللي اخدناها في السيتولوجي؟ ها، حاولوا تفكروا كده وتسورش عليه، انا مش عاوزه اجاوبه واسيبكم تفكروا فيه شويه. السبيشال ستين بتاعتها لما اصبغها فور لايت مايكروسكوبي اقدر اصبغها بفايتال ستين وستريبان بلو، ودي بصبغها والانيمال عايش عشان اديله الصبغه دي، فالماكروفاج تعتبرها فورين بادي وتبلعها. فلما تبلعها وتاخدها كفورين بادي تبقى ستين، اقدر بعدها اذبح الحيوان ده واخد العينه والاقي الماكروفاج مصبوغه جاهزه. دي فكره الفايتال ستين، اني بصبغ التشو او بصبغ الماكروفاج والانيمال عايش مش ميت قبل ما اخد العينه، فهي تاخدها كفورين بادي عشان هي اصلا وظيفتها انها اي حاجه غريبه بتاكلها.
فلما يوصل لها الستين التبان بلو تعتبرها فورين بادي وتاكلها فتبقى ستين. ده برضو من الحاجات المهمه، سبيشال ستين فور ماكروفاجس فايتال ستين ويز تريبان بلو. خلي بالكوا في تريبان بلو وفي تولودين بلو، ما تلخبطوش الاثنين في بعض. التولودين بلو ده الميتاكروماتيك بتاع الماس سيل، التريبان بلو ده فايتال ستين فور ماكروفاجس. وظيفتها ايه؟ كلمه واحده مفيش غيرها، فاجوسايتوزس، تاكل اي فورين بودي يقابلها، اي حاجه غريبه عن الجسم هتتعرف عليها انها غريبه هتاكلها. عشان كده انا قلت لكم العلماء استغلوا الفكره دي ان هم يصبغوها بالفايتال ستين، يدوها الستين بانجكشن كده تحت الجلد تروح بلعاها كانها فورين بودي فتبقى ستيند اوتوماتيكالي، وانا بعدين اخد العينه الاقي الماكروفاجز مصبوغه جاهزه. يبقى وظيفه الماكروفاجز في كلمه واحده فاجوسايتوز. ده شكل الماكروفاجز وهي مصبوغه، الخلايا البرانش اللي انتم شايفينها دي اللي ليها دراعات دي، كل النقط الزرقاء اللي جواها دي ريبريزنتنج ذا تريبان بلو انجكتد، الصبغه اللي اتحقنت والماكروفاجز بلعتها ظهرت جواها في صوره النقط الزرقاء دي. يبقى دي ماكروفاجز ستاند ويز تريبان بلو برانش سيل ليها دراعات اهي، والسيتوبلازم بتاعها مليان النقط الزرقاء دي، دي من الصبغه اللي اتحقنت واخدتها بلعتها يعني. This is the vital stain of macrophage by tribon blue. كده انا خلصت محاضرة النهارده. اخر حاجة هقولها بس تعليقا على الكيس الاولانية اللي قلناها، الحالة بتاعت الشخص اللي كان مجروح واتخيط. الكيس دي حالة ستاب ووند، اتخيط ليه؟ او ايه فكرة الخياطة؟ ان انا بقرب المسافة بين التو ايدجز اللي هما الخطين بتوع الجرح، كل ما اقرب المسافة ما بينهم كل ما يحصل هيلينج سريع، فانا كده باكسلريت الهيلينج بسرعه. بتيجي فايبروبلاست بقى في الحتة دي وتبدا تنتج كونكتيف تيشو فايبرز وماتريكس، تملى الفراغ ما بين التو ايدجز فيحصل فورميشن اوف سكار، وهو ده السكار اللي كنت بقول لكم عليه اهو. الاثر ده مكانه الاكشن اللي حصل فيه الفايبروبلاست والمايفايبروبلاست عشان تعمل ريبير اوف ووند وتملى الجاب دي فيلم الجرح ويخف خلاص، ويفضل بس الاثر بين السكار تيشو، لان الفايبروبلاست هنا بتقدر تريجنريت الكونكتيف تيشو بس ما بتقدرش تريجنريت الابيثيليوم، فبيفضل مكان التيشو مختلف عن باقي الجلد لان نوت كفرد باي ابيثيليوم، هو اتس اونلي كونكتيف تيشو بس بالفايبروبلاست. ده بالنسبه لي التعليق على الكيس. ده كده المين بوينتس اللي اتكلمنا فيها في محاضرتنا، مين هو الكونكتيف تيشو، انواعه ايه، والسيلز فورمنج ليه وانواعها، وتقسيمه الفيكسد والفري سيلز وعرفناهم من بعض ازاي. كده انا خلصت محاضره النهارده، اتمنى تكون سهله عليكم، واتمنى انها تبقى وضحت لكم وتساعدكم ان شاء الله في المذاكره. الى اللقاء في محاضرات جايه ان شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم.